صحتك أكلك. فاكهة السفرجل. السفرجل منخفض السعرات الحرارية ويتميز بمجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية، مما يجعلها فاكهة مغذية تملك خصائص علاجية متنوعة. فوائد فاكهة السفرجل: السفرجل يجعل خسارة الوزن سهلة. السفرجل مفيد لمشاكل الغثيان والقيء. السفرجل جيد لمرضى التهاب الأمعاء. السفرجل يساعد في الحماية من أمراض القلب. السفرجل يخفض ضغط الدم. السفرجل يوازن الكوليسترول. السفرجل يقلل من الإجهاد. السفرجل الذي يعمل كمضاد حيوي طبيعي ينظف الكبد من الجذور الحرة ويضمن له العمل بطريقة صحية. السفرجل مصدرا غذائيا مهما لصحة العين. السفرجل تساعد كثيرا في التخلص من السعال وباقي أعراض الجهاز التنفسي. ينظف السفرجل الكلى ويخلصها من السموم والأملاح والصوديوم الزائد. يحسن السفرجل أداء الجهاز البولي ويساعد في تخفيف التهابات المسالك البولية والتهابات المثانة. إنتاج خلايا الدم الحمراء: يحوي السفرجل نوع من مضادات الأكسدة القوية المعروفة باسم البوليفينول، التي لها قدرة كبيرة على محاربة الجذور الحرة وإبطاء عملية الشيخوخة ومنع الالتهابات وأمراض القلب والشرايين والسكتات الدماغية. وكذلك تحتوي فاكهة السفرجل على فيتامين A وفيتامين C وفيتامينات B والألياف الغذائية والحديد والكالسيوم والفوسفور والنحاس والسيلينيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم. صحتك أكلك.